أهلا بكم في قناة العالمي على اليوتيوب. سلسلة العالمي في النحو، الدرس الثامن بعنوان الفرق بين ظرف الزمان وظرف المكان. أولا، ظرف الزمان هو اسم منصوب يدل على زمن حدوث الفعل. ظرف الزمان لاسم منصوب بيدل على الزمن اللي حدث فيه الفعل. عندما نسأل عن ظرف الزمان نضيف أداة الاستفهام متى عشان نتأكد من ظرف الزمان، هنضيف علامة الاستفهام متى. مثال واحد: تشرق الشمس صباحا. استخرج الظرف الموجود في الجملة واذكر نوعه واعربه. متى تشرق الشمس صباحا؟ يبقى صباحا ظرف زمان. احنا قلنا ان ظرف الزمان دايما بيكون منصوب، يبقى ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. مثال اتنين: يظهر القمر ليلا. استخرج الظرف الموجود في الجملة واذكر نوعه واعربه. متى يظهر القمر ليلا؟ يبقى ليلا هو ظرف الزمان. واحنا قلنا ان ظرف الزمان دايما بيكون منصوب، يبقى ليلا ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. كلمات تأتي ظرف زمان، يعني الكلمات دي لو لقيناها في الجملة يبقى دي ظرف زمان وانت مغمض. صباحا، مساء، فجرا، ظهرا، عصرا، عشاء، غدا، يوما، اسبوعا، عاما، صيفا، شتاء، ربيعا، خريفا، الآن. كل الكلمات دي ظرف زمان. ثانيا، ظرف المكان هو اسم منصوب بيدل على مكان حدوث الفعل. ظرف المكان ده اسم، يعني مش فعل ولا حرف، ودايما بيكون منصوب بيدل على المكان اللي حدث فيه الفعل. عندما نسأل عن ظرف المكان نضيف أداة الاستفهام أين. عشان نحدد ظرف المكان نضيف أداة الاستفهام أين في الجملة. مثال واحد: العصفور فوق الشجرة. هنضيف أداة الاستفهام أين، هتبقى أين العصفور؟ فوق، يبقى فوق هو الظرف. نوعه ظرف مكان، واحنا قلنا ان ظرف المكان دايما بيكون منصوب، يبقى فوق ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. مثال اتنين: وقف المتهم امام القاضي. استخرج الظرف الموجود في الجملة واذكر نوعه واعربه. هنضيف اداة الاستفهام اين عشان نحدد ظرف المكان. اين وقف المتهم؟ امام، يبقى امام هي الظرف المكان. واحنا قلنا ان ظرف المكان دايما بيكون منصوب، يبقى امام ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. كلمات تأتي ظرف مكان: فوق، تحت، خلف، بين، امام، وسط، داخل، خارج. الكلمات دي لو لقيناها في الجملة يبقى وانت مغمض ظرف مكان منصوب علامة نصبه الفتحة. اكمل بظرف مناسب مما بين الأقواس: أمام، صيفا، خلف، صباحا، تحت. أستيقظ من نومي، متى تستيقظ من النوم؟ في الصباح، يبقى الإجابة صباحا. تشتد الحرارة، الحرارة بتشتد امتى؟ في الصيف، يبقى الإجابة صيفا. سقطت التفاحة نقط الشجرة، التفاحة بتسقط فين؟ تحت الشجرة، يبقى الإجابة تحت. أربعة: الجنود نقط القائد. الجنود بيكونوا فين؟ خلف القائد. خمسة: السيارة نقط البيت. السيارة بتكون موجودة فين؟ أمام البيت. وفي نهاية هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناة العالمي وتفعيل زر الجرس
لكي يصلكم كل ما هو جديد.